دائرة الشحن الدينامو. تكون الخطوة الأولى بتوصيل النقطة رقم 59 من charging switch مفتاح الشحن مع نقاط الجراوند، ثم توصيل النقطة رقم 60 من مفتاح الشحن charging switch النقطة 60 إلى النقطة رقم 89 من الانسترومنت كلاستر. ثم توصيل النقطة رقم 3 من الكي بوكس إلى النقطة رقم 88 من الانسترومنت كلاستر. الآن دائرة الشحن جاهزة للعمل. نقوم بتشغيل المفتاح الرئيسي. نشاهد أن تشغيل المفتاح الرئيسي أن الانسترومنت كلاستر تعمل، ونشاهد أيضا في حالة عدم تشغيل مفتاح الشحن charging switch تظهر علامة البطارية في الانسترومنت كلاستر، ويكون الضوء مطفأ عند الدينامو جنريتر، ولكن عند تشغيل مفتاح الشحن نشاهد أن علامة البطارية اختفت في الانسترومنت كلاستر، وأن ضوء الدينامو قد أضاء، مما يدل أن الدينامو الآن يعمل.